أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا ومعلمنا وهادينا محمد رسول الله. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في دروس علم رسم المصحف وضبطه. وتقدمة لهذا الأمر، نقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى وعونه أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا القرآن وتولى حفظه بنفسه، حيث قال عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتولى الله عز وجل حفظ كتابه. ومعنى أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ كتابه ليس معناه أنه ينزل ملائكة من السماء تقوم بتلاوة القرآن وتقوم بكتابة القرآن، إنما يقيد الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة من يقوم بهذا الحفظ، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. فيختار الله سبحانه وتعالى من أمته من يحفظ القرآن ويقرأه كما أنزل من رب العالمين. ينزل أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه القرآن ويعلمه، وهذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل عليه أمين الوحي جبريل فيعلمه القرآن، وحتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة حرصه على تعلم القرآن وخوفه من أن يتفلت شيء منه، كان يعني يجهد نفسه في المسارعة بقراءة القرآن خلف جبريل، فكان يشق ذلك على نفسه. فلذلك قال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الأمة، أن الله عز وجل تولى حفظ كتابه بنفسه. وحفظ القرآن يكون بطريقتين لا يستغنى بإحداهما عن الأخرى. الطريقة الأولى هي حفظ القرآن وتلاوته كما علمه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. أمين الوحي جبريل يقرئ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فيحفظونه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلونه حق تلاوته، ويعلمونه كما تعلموه من غير زيادة ولا نقصان، حتى في النظر اليسير. فكان هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لكتابه. أن تتعلم الأمة قراءة القرآن وتتولى تعليمه، وكل جيل يعلم الجيل الذي من خلفه حتى يوم القيامة، ويظل هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. وهذا هو النوع الأول من الحفظ، حفظ القراءة، وهو ما يسمى القرآن، حتى كلمة
القرآن نفسها هذه الكلمة هي مصدر للقراءة، مصدر لقرأة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فالقرآن هو كلام الله المقروء الذي يتعبد بتلاوته، يحفظ ويقرأ مع مراعاة الأحكام التجويدية في الآداء وفي القراءة، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، وكما تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمين الوحي جبريل. فهذا هو الحفظ الأول، حفظ القراءة والتلقي حفظا وسماعا وتعليما وتعلما. والحفظ الثاني وهو حفظ الكتابة، برغم أن هذه الأمة التي نزل عليها القرآن كان الغالبية العظمى، الغالبية العظمى من هذه الأمة كانوا أميين، ولكن كان منهم عددا قليلا يكتبون. فزيادة في الحفظ، وكان هذا أيضا بوحي من الله عز وجل، بوحي من الله عز وجل لنبيه بكتابة القرآن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فكتابة القرآن مع قراءته، وهذا كله من حمل الحفظ، من حفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، أن يحفظ في القراءة وأن يحفظ في الكتابة. قلنا أن الحفظ الأول تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من أمين الوحي جبريل، وعلمه للصحابة، والصحابة يورثونه، يعلمونه للتابعين، والتابعين يعلمونه لتابع التابعين حتى وصل إلينا. فكل قارئ للقرآن من الذين حصلوا على الإجازة في قراءة القرآن بأي رواية من الروايات يقول هكذا أقرأني شيخي، وشيخه سمعه من شيخه، حتى يتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الصحابي هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحفظ الأول. والحفظ الثاني هو حفظ الكتابة. وهذا من الله سبحانه وتعالى لكي يحفظ القرآن ولا يأتي إليه تبديل ولا تحريف. فالقرآن الكريم هو آخر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى لهداية الخلق وإرشاد الناس إلى صراط الله المستقيم، فهو مع السنة النبوية المشرفة منهج الله تعالى في صورته الأخيرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولما كانت الكتب السابقة مؤقتة بوقت معين ومحدد وبأناس معينين، فشاء الله سبحانه وتعالى لها أن ينالها شيء من التحريف والتبديل، لأنها ليس لها بقاء، حتى يكون ذلك دليلا على عدم صلاحيتها للاستمرار والدوام. أما القرآن الكريم فهو المعجزة الخالدة إلى يوم القيامة. ومن هنا تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن أن يناله ما نال الكتب السابقة من التحريف، فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهيأ الله سبحانه وتعالى هذه الأمة التي شرفت بنزول القرآن إليها أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الكتاب المجيد، باعتبارها خير أمة أخرجت للناس، وأنها تأتي يوم القيامة شاهدة على الأمم السابقة، وشاهدة على ما فعلت هذه الأمم مع أنبياء الله ورسله، وما غيرت وما حرفت من منهج الله تعالى. فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمنذ بدأ نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان صلى الله عليه وسلم يتلقى ما يوحى إليه من ربه عز وجل فيحفظه ويعيه ثم يبلغه لأصحابه رضوان الله تعالى عليه، فيحفظونه كذلك ويحفظونه لغيرهم كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجودا مرتلا عملا بتوجيه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. ومع أن هذه الأمة العربية التي شرفت بنزول القرآن بلغتها كانت تعتمد على الحفظ أكثر مما تعتمد على الكتابة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة في التوثيق اتخذ كتابا يكتبون له ما ينزل به الوحي. من هؤلاء الكتاب من؟ الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. ومن هؤلاء أيضا الكتاب أبان بن سعيد وأبي بن خلف وثابت بن قيس وأبي بن كعب أقصد، لا عفوا أبي بن خلف أعاذنا الله منه، وأبي بن كعب وثابت بن قيس وخالد بن الوليد وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. فكان كلما نزلت آية أو آيات من كتاب الله عز وجل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها بعد أن يدلهم على موضعها من السورة، فيقول لهم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا قبل كذا وبعد كذا، يعني ضعوها في هذا الموضع. كما كان سائر الصحابة، بعض الصحابة غير هؤلاء، يكتبون لأنفسهم مثل هذا متحرين الدقة والأمانة في كل ما يقرؤون أو يكتبون. فكانوا إذا يعني اختلفوا في آية يقولون إنه أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلان ابن فلان، اختلفوا في آية مثلا يشكون في آية، فيقولون يتذكرون من الذي سمع هذه الآية من رسول الله، فيتذكرون صحابيا من الصحابة قد يكون بعيدا عنهم على رأس أميال من المدينة أو على رأس ثلاث ليال، فيبعث إليه من المدينة فيجيء، فيقولون كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا، فيقول أقرأنيها كذا وكذا، فيكتبون كما قال. هذه الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على عصب السعف، يعني الطرف العريض من الجريد، جريد النخل، كانوا يكتبون عليها، ومن الألواح أكتاف الغنم وغيرها من العظام الطاهرة، وعلى الرقاع وهي الجلود، وعلى اللخاف وهي الحجارة العريضة البيض التي تشبه الألواح، وكذلك على الألواح الخشبية وغيرها من الايه من الوسائل المتيسرة حين ذاك. فلم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا والقرآن كله محفوظ في صدور الصحابة ومكتوب في السطور، لأن القرآن كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فحفظ في الصدور، حفظه الصحابة وورثوه حتى وصل إلينا كما أنزله الله عز وجل على نبيه، ومحفوظ أيضا في السطور فلم تنله يد بالتحريف ولا بالتغيير إلى يومنا هذا، وهذا من حفظ الله عز وجل. فمات النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن هكذا محفوظ في الصدور وفي السطور بحسب الطريقة التي أشرنا إليها، غير أنه لم يكن مجموعا في موضع واحد. احنا يعني تكلمنا قبل ذلك وقلنا شيء مكتوب على اللخاف، وشيء مكتوب على العصب، وشيء مكتوب على الألواح، وشيء مكتوب على الرقاع. فتخيل كده في هذا
الموقف أنك في حجرة من حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها شيء من العظام، فيها شيء من جريد النخل، وفيها شيء من الرقاع، كل هذا اسمه المصحف، كل هذا اسمه قرآن مكتوب في هذه الوسائل. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يعرفون ترتيب الصور، ولكنه بحسب هذا الوضع الذي كان مكتوبا على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مجموعا في موضع واحد. نعم، كانت كل سورة موجودة، لكن معروف هذه سورة تسمى كذا وبها آيات كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئهم السورة ويقول لهم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا. تمام، الآيات مرتبة لكن السور كانت ليست غير مرتبة. تمام، ولكن في العرضة الأخيرة التي عرضها أمين الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه السورة بنفس هذا الترتيب، يقرؤه القرآن بنفس هذا الترتيب في العرضة الأخيرة في رمضان الذي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ختم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه القرآن في هذه السنة مرتين. ولعل الحكمة في ذلك هي أن القرآن كان لا يزال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه ما تجمعش في مصحف واحد؟ كان احتمال أن تنزل آيات أخرى أو سور أخرى، هذه الحكمة، أن القرآن كان لا يزال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قبل وفاته بأيام، وكانت هناك آيات تنزل بنسخ بعض الآيات، ما زال النسخ طالما النبي صلى الله عليه وسلم موجود حيا يبقى احتمال النسخ وارد، فلذلك لم يجمع القرآن في مصحف واحد. فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه وترتيبه لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط، آيات ممكن يأتي نسخ عليها، آيات ممكن يأتي زيادة، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آيات أخرى، يعني من الآيات التي تأخر نزولها مثلا قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فلو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه وترتيبه لأدى ذلك إلى الاختلاف والاختلاط، فحفظه الله سبحانه وتعالى في القلوب إلى انقضاء زمن النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جمع القرآن بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولما كثرت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان أهل بلد كل بلد يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، مثلا عبد الله بن مسعود في الكوفة، زيد بن ثابت في المدينة، فلان في مكة، فلان في الشام، فكان أهل كل بلد يأخذون بقراءة من اشتهر بينهم من الصحابة، وكانوا حين يلتقون في بعض المجامع ينكر بعضهم على بعض ما يسمعونه من وجوه القراءات التي لم يتلقوها، وكادت تحدث فتنة، فتدارك عثمان رضي الله عنه هذا الأمر وأمر بنسخ مصاحف متعددة من المصحف الذي جمع في عهد الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، وأرسل هذه المصاحف إلى الأمصار المختلفة، وقد كتبت هذه المصاحف بطريقة تخالف الرسم الإملائي في بعض الكلمات كما سنبين ذلك، فأطلق على الرسم على هذا الرسم الرسم العثماني، يعني اختلف الرسم والكتابة عن الرسم القياسي أو الذي يعرفه الناس، هناك اختلافات، فأطلق على هذا الرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسنبين هذا الأمر. ولما كثر الداخلون في الإسلام من غير العرب في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وتفشى اللحن في الكلام العربي، وخشي أن يتطرق اللحن إلى القرآن الكريم، اقتضى الأمر وضع علامات تساعد على النطق السليم دون المساس بالرسم العثماني، وأطلق على هذه العلامات
نقط الإعراب ونقط الإعجام. نقط الإعراب معناه الحركات، أما نقط الإعجام فهو النقاط، تمام؟ النقاط التي تبين بين الثاء والتاء والباء. يعني المصحف في عهد عثمان وفي عهد أبي بكر كتب على الكتابة الحجازية بغير نقط، وكان العرب بسليقتهم يعرفون الفرق بين هذه وتلك، هم أرباب اللغة ويعني كان عندهم يعني يعرفون الفروق، لا يحتاجون إلى هذه النقاط. ولكن لما كثر دخول الأعاجم إلى الإسلام واختلط الأمر كثيرا، فكان لابد من وضع ما يساعد على بيان الفرق بين الحروف المتشابهة في شكلها حتى لا يقع الناس في الخطأ. وأدخل على هذه العلامات بعض التحسينات حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن في المصاحف، ومن حين لآخر تظهر بعض الأصوات تنادي بكتابة المصحف بالرسم الإملائي بحجة أن الناس لا تستطيع القراءة في المصاحف بالرسم العثماني. يعني لماذا مثلا نجد في بعض البلاد مثل تركيا مثلا يعني طبعت المصحف على غير الرسم العثماني، فما الحكم في هذا؟ هل هذا له وجهة نظر من الناحية الشرعية؟ هل هناك من يقول بذلك؟ وهل هذا صحيح؟ هل إذا خالف الإنسان وهو يكتب المصحف الرسم العثماني الذي كتب بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ونقل وجمع في عهد أبي بكر وكتبت منه نسخ في عهد عثمان، هل من يخالف هذا يرتكب إثما؟ هذا ما يوضح إن شاء الله في هذا البحث. فإن شاء الله سيكون مدار حديثنا، هذه كانت تقدمة سريعة، إن شاء الله نتحدث في هذا اليوم عن الكتابة العربية وعلاقتها بالرسم العثماني، يعني تاريخ موجز قصير جدا في تاريخ الكتابة يعني قبل الإسلام، وكيف كتب المصحف أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة، وكيف جاء النقط والإعجام بعد ذلك، نقط الإعراب ونقط الإعجام، ونتحدث كذلك عن الحقبة التاريخية التي جمع فيها، كيف كان وما هي طبيعة جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وما هي أسبابه وطبيعته، لماذا، وما هي طبيعة جمع القرآن ونسخه في عهد عمر في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. نتوقف إلى هذا القدر الآن، ثم نستكمل بعد الصلاة بمشيئة الله عز وجل، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا قد تقدمنا قبل ذلك وقدمنا لموضوع رسم المصحف، وقلنا أن الله عز وجل قد حفظ هذا القرآن الكريم بوسيلتين، الوسيلة الأولى وهي القراءة، وهو كما علمه الله عز وجل عن طريق أمين الوحي جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلينا حتى يومنا هذا علمه النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، والصحابة علموه للتابعين حتى وصل إلينا مقروءا. والأمر الثاني وهو موضوع الكتابة، وأنه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم لكل آية تنزل عليه من الله عز وجل كان يتخذ الكتاب الذين يكتبونها، وتم هذا الأمر في مع مجموعة من الكتاب، كتاب الوحي، حتى وصل بعد ذلك إلى جمع سيدنا أبي بكر وجمع سيدنا عثمان بالجمع الثاني، وهو كتابة المصاحف التي هي تسمى المصاحف العثمانية التي هي إلى يومنا هذا. فنبدأ الجزئية الأولى بعد هذه التقدمة، نتكلم عن الكتابة العربية وعلاقتها بالرسم العثماني. القرآن عربي ونزل بلسان عربي مبين وكتب باللغة العربية، وهذه الكتابة ما هو أصلها؟ أصل هذه الكتابة
تاريخيا يقولون ان كان هناك نوعين من الكتابه، كانت يعني عرف العرب قبل الاسلام نوعين من الكتابه. النوع الاول وهو كانت تسمى كان يسمى الخط المسند. خط المسند هذا الخط العربي الجنوبي، الجنوبي لأهل اليمن وغيرهم، وهو خط أهل اليمن، حمير وهذه البلاد كان موجودا عندهم يكتبون عليه، وقيل أنه انتقل منها من اليمن إلى الحبشة، وهو يعني يقال أنه أصل الكتابة الأثيوبية الآن، يعني خط الأثيوبي الموجود الآن في إثيوبيا، يقال أن هذا الخط القديم اليمني الجنوبي هذا هو أصل الخط الأثيوبي الموجود الآن. هذا هو النوع الأول من الخط، يسمى الخط العربي الجنوبي. والخط الثاني الذي عرفته العرب قبل الإسلام هو الخط العربي الشمالي، هذا في اليمن، وهذا اتجاه الشام. فكانت وهذا يسمى الخط الحجازي، اسمه الخط الحجازي الذي كتب به المصحف. طيب أصل هذا الخط من أين أتى؟ أتى من الشمال، من ناحية الشام، ويقال أن له يعني هناك يعني نظريتين في أصل هذا الخط. يقال أن أصل هذا الخط الجنوبي الحجازي، ها الحجاز الشمالي الحجازي، هذا يقال أن أصله، بعض الناس لهم نظرية القديمة أنه جاء من أول آدم عليه السلام، فيعتبرون أنه يعني لهم أدلة على هذه ونذكرها الآن. وبعضهم قال أنه مشتق من الخط النبطي الذي كان يقوم به الأنباط، والأنباط هؤلاء كانوا يسكنون شبه الجزيرة العربية من ناحية الشمال، من اتجاه الشام، وفي بادية الشام من الجنوب، يعني شمال الجزيرة العربية من ناحية الشام. فكانوا خالطوا هؤلاء الآرميين، ثم أخذوا عنهم حضاراتهم، ومن هذا أخذوا منهم الكتاب. دي نظرية ودي نظرية. النظرية الحديثة تقول هذا، والنظرية القديمة بقى تقول أنه يعني من أول آدم عليه السلام وهو يتكلم العربية. يرى بعض المؤرخين أن آدم عليه السلام هو أول من كتب بالسريانية والعربية، وقيل أول من كتب بها هو إدريس عليه السلام. يستدل القائلون بذلك بما روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إدريس أول من خط بالقلم. ده دليل. بعضهم طبعا المسألة يعني فيها كلام كثير ذكره الإمام ابن كثير في كتاب البداية والنهاية. مثلا ابن العربي يرى أن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جبريل عليه السلام صحيحة فصيحة سوية حتى وصلت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلت إلى الصحابة فكتبوا بها القرآن. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هودا عليه السلام كان يكتب بالعربية، كما روي أن أول من وضع الخط العربي هو إسماعيل عليه السلام. طبعا زي ما قلنا كده الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أورد أقوال كثيرة جدا، ولكنه في النهاية يعني يبدو أنه مال إلى أن إسماعيل عليه السلام أخذ كلام العرب، اللغة العربية، من قبيلة جرهم الذين نزلوا بمكة قرب السيدة هاجر أم إسماعيل، وقد أنطقه الله بها غاية الفصاحة إلى أن وصلت إلى الأمة العربية التي نزل القرآن بلغتها. ده يعني مجمل على الخط العربي الذي كتب بالمصحف، الذي نقول عنه الخط العربي الحجازي. وصل إلى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكتبونه كما يعني وموجود بعض الصور التي فيها لبعض الكلمات أو بعض الصفحات الموجودة مصورة الآن، ليس فيها نقط، ليس فيها شكل ولا ضبط،
إنما هو كلام مجرد من كل نقط ومن كل شكل. فمن المعروف أن الذين كانوا يعرفون الكتاب في عصر النبوة عددهم قليل، منهم الخلفاء الأربعة كما قلنا قبل ذلك، وأبو سفيان وطلحة ابن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأبان بن سعيد والعلاء ابن المقري في مكة، وكان في المدينة عمر بن سعيد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت والمنذر بن عمرو. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أمة يعني أمية لا تقرأ كثيرا ولا تكتب كثيرا، ولكن لأن هذه الأمة ستحمل أمر هذا الدين فلا بد وأن يعني تكون هذه الأمة أمة متعلمة تحمل منهج الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يحمي هذا الدين هو العلم والعمل بما في هذا العلم، فلا بد من التعلم. فجاءت فرصة غزوة بدر حين يعني استشار الصحابة ورضوا بأن يعني يفتدى الأسرى أسرى المشركين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عمل على نشر تعلم الكتابة، حتى جعل فداء بعض الأسرى بعد غزوة بدر الكبرى تعليم نفر من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وبدأت الكتابة تنتشر في كل ناحية من النواحي التي يفتحها المسلمون، ووضع العلماء لها من القواعد والموازين والتحسينات حتى اكتملت على الصورة التي هي عليها الآن. طبعا زي ما قلنا ما كانش فيه لا نقط ولا شكل، إنما جاءت هذه التحسينات كما سنذكر الآن. كان لعلماء الكوفة في ذلك الفضل الأكبر. الكوفة كانت يعني محط العلماء، جاء إليها عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، وكانت يعني مجمع للعلماء، وفيها يعني نشأ بعد ذلك المدارس الفقهية وغيرها. فحتى نسبت الكتابة إليهم إلى علماء الكوفة ثم إلى علماء البصرة، حتى جاء أبو علي محمد بن مقلة في عصر الدولة العباسية. أبو علي محمد بن مقلة هذا يقال أنه أول من حول الكتابة، وهذا الكلام منسوب إليه على وجه يعني مذكور في كتب التاريخ بشكل موثق. فهو أول من حول الكتابة الكوفية إلى صورتها الحالية. تحولت الكتابة من الشكل الكوفي اللي هو الذي نراه يعني الحروف بشكل معين، وتحولت إلى الرسم الذي نراه مثل هذا. من الذي حولها إلى ذلك؟ محمد ابن مقلة، وكان وزيرا في الدولة العباسية في أثناء خلافة المقتدر بالله. ثم جاء بعده علي ابن هلال البغدادي. علي ابن هلال البغدادي هذا كان يعرف باسمه بابن البواب، لأن أبوه كان بوابا فاشتهر بأنه ابن البواب، وكان عالما وكان خطاطا، حتى يعني الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان يقول على ابن البواب هذا، كان يقول أنه ملك الكتابة، قال عنه أنه ملك الكتابة لأنه كان قد أبدع، وقال أنه أول من خط الخط الثلث ووضع له يعني ما يشبه القواعد التي يعني يمشي عليها الناس الآن. وقيل أيضا فيه أنه يعني بعض العلماء قال فيه أنه قلم الله في الأرض، مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المهارة في مسألة فن الكتابة. فحول يعني تبع في ذلك محمد بن مقلة، ويعني عدل فيها كثيرا، وكان الخط بعده على أحسن وجه. تبعهما بعد ذلك خلق كثير من العلماء حتى وصلت الكتابة العربية إلى ما هي عليه الآن من جمال الرونق وحسن التركيب. طيب الكتابة العربية، الأصل في الكتابة أن تكتب الكلمة كما ينطق بها تماما، من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا حذف ولا غيره، ولكن يراعى فيها مسألة الابتداء والوقف، الوقف عليها والابتداء. يعني مثلا همزة الوصل تكتب بغير همزة، ولكن حين ننطقها بهمزة، فيراعى في ذلك. الوقف مثلا على التنوين، مثلا عليما حكيما نقف عليها بألف مد، ماشي، وغير ذلك من مراعاة الوقف والبدء. فإذا قلنا
بهذا الأصل في هذه الكتابة أنه تنطق الكلمة أو تكتب الكلمة على ما ينطق بها من غير زيادة ولا نقص، مع مراعاة البدء والإيه والانتهاء. وهذا ما يسمى في الاصطلاح بالرسم القياسي. يعني القياسي يعني إيه؟ يعني هو يمشي على القواعد، هذا هو الرسم القياسي. طيب إذا خولفت هذه القواعد على نحو ما في المصحف الذي كتبه الصحابة في أيام أبي بكر الصديق، وفي أيام ونقل ونسخت منه المصاحف في أيام عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، إذا كتبت الكلمة على غير القاعدة التي يعني التي قلناها في الرسم القياسي، هذا ما يسمى بالرسم العثماني. إذا لو استطعنا أن نعرف الرسم القياسي فنقول هو كتابة الكلمة كما ينطق بها تماما من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ولا تغيير، مع مراعاة البدء والانتهاء به أو الوقف عليه، هذا ما يسمى الرسم القياسي. يعني إذا الأسباب التي أدت إلى نسخ المصاحف وجمع القرآن في عهد عثمان، ما هي هذه الأسباب؟ هذه الأسباب التي يمكن أن نلخصها في الآتي. أول سبب اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات. هذا المصري يقرأ بطريقة وهذا المصري يقرأ بطريقة، فأحيانا الشام يقرؤون قراءة غير ما يقرأ به أهل الإيه؟ أهل العراق مثلا، ويلتقون مثلا في معركة من المعارك، فيجتمع جيش بعضه من العراق وبعضه من الشام لفتح بلد من البلاد، فهؤلاء يقرؤون بطريقة مختلفة عن هؤلاء. روى البخاري بسنده عن ابن شهاب أن أنس بن مالك حدث أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في أرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، يعني جيش من أهل الشام ومن أهل العراق ذهبوا ليفتحون أرمينيا وأذربيجان، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، اختلاف الصحابة في مجموعة جاية من جيش العراق وجيش الشام التقوا لفتح أرمينيا وأذربيجان فالتقوا، فهؤلاء يقرؤون بطريقة مختلفة، فوجد حذيفة وسمع منهم اختلافهم حتى كاد بعضهم يعني أن يفسق بعضهم بعضا أو يلعن بعضهم بعضا، مثلا هذه قراءته غير صحيحة يخطئ بعضهم بعضا، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف. على طول الصحف كانت موجودة في عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، كانت موجودة عندها هذه الصحف، فأرسل إليها فقال لها أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر بكتابة المصحف مرة أخرى بمين؟ بمجموعة من الصحابة أربعة، واحد من أهل المدينة وهو كاتب هذه الصحف في عهد أبي بكر زيد بن ثابت، ومعه ثلاثة من القرشيين، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث ابن هشام فنسخوها في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة، من هم القرشيين الثلاثة؟ عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هؤلاء من قريش، أما زيد بن ثابت فهو من المدينة، أمرهم وقال إن اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم، ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، أرسل عثمان بعث الصحف مرة أخرى إليه إلى السيدة حفصة
رضي الله عنها وأرضاها مرة أخرى. ثم بعد ذلك أرسل الصحف إلى بعد ذلك إلى كل مصر من الأمصار. أرسل بعد ذلك الصحف إلى كل أفق بمصحف من هذه الصحف التي كتبت. يبقى السبب الأول هو إيه؟ اختلاف أهل كل قطر أو أهل كل مصر في قراءتهم عن غيره. ده سبب. اجتمعوا في فتح أرمينيا وأذربيجان فاختلف. وجد هذا الاختلاف فسيدنا حذيفة بعث إلى سيدنا عمر إلى سيدنا عثمان في ذلك الوقت وقال له أدرك الأمة قبل أن تختلف اختلاف اليهود والنصارى. فكان هذا هو أحد الأسباب. السبب الثاني واختلاف المعلمين للقرآن. فكان القراء المعلمون للقرآن يعلمون الغلمان ويقرؤون تلاميذهم على حسب ما تلقوه من الأحرف، فنشأ تبعا لذلك جيل من أهل القرآن يقرؤون بروايات مختلفة، ووقر في أذهانهم أن ما تلقوه هو الصحيح. فروى ابن جرير بسنده عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يقرأ يعلم قراءة الرجل، والمعلم يعلم قراءة الرجل، معلم آخر يعلم قراءة رجل آخر، فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. الشباب الذين يتعلمون القرآن يلتقي هذا بهذا، فيعني هذا شيخه غير شيخ هذا، وهذا يقرأ بقراءة مختلفة عن هذا. الغلمان يلتقون في المصر الواحد ويقول قراءتي أصح، قراءتك ليست صحيحة. حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين أنفسهم، إلى المعلمين أنفسهم، فالمعلم يقول قراءتي أصح من قراءتك. فقال أبو أيوب: فلا أعلم إلا قال خطيبا. كلام ده حتى في المدينة التي كان يسكنها عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون، يعني أنتم معي الآن ويحدث بينكم الاختلاف، فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد اختلافا، يعني أنتم في المدينة بين يدي، فمن في البعيد في العراق في الشام في اليمن في كل هذه البلاد سيكون اختلافا أشد لحنا. اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا لنا إماما، يعني نكتب مصحف ويقرأ به قراءة واحدة يحتملها الرسم لكل ما هو موجود من الأحرف التي كانت يقرأ بها. فاجتمعوا يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاكتبوا لنا إماما. فكان الأسباب التي كتابة المصحف وهو اختلاف المعلمين في المصر الواحد، يعني إذا اختلف كان هناك اختلاف بين الأمصار المختلفة، لا ده في القطر الواحد أو في المصر الواحد اختلاف المعلمين واختلاف الغلمان الذين يعلمون القرآن. قال أبو قلابة: فحدثني أنس بن مالك قال: كنت في من يملي عليهم. قال يعني كان من ضمن اللجنة التي كانت تساعد لجنة كتابة المصحف، لو صح التعبير يعني لو قلنا ان في لجنة كانت لكتابة المصحف يرأسها وكاتبها زيد بن ثابت، ومعه ثلاثة من القرشيين، ومعهم مجموعة فريق عمل ايضا تساعدهم، فكان ممن يساعدهم انس ابن مالك. قال: كنت في من يملي عليهم. قال: فربما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون غائبا في بعض البوادي، فيذكرون الرجل الذي قد تلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أن يكون غائبا في بعض البوادي، فيكتبون ما قبلها وما بعدها ويدعون ما موضعها حتى يجيء أو يرسل إليه. فلما فرغ من المصحف كتب عثمان إلى أهل الأمصار: إني قد صنعت كذا وكذا ومحوت ما عندي.
فامحوا ما عندكم. يعني سيدنا عثمان بعدما كتبت هذه المصاحف كانوا قد ايه؟ احرق كل المصاحف او محاها بطريقه معينه. قيل انه غسلت، وبعدما غسلت وجفت حرقها، او احرقت. والعلماء اخذوا من ذلك دليل على ان ايه؟ يجوز للإنسان أن يحرق مثلا الآية التي قد تقع على الأرض ويداس عليها، فأجاز من ذلك إيه حكم فقهي، وهو إيه إجازة أو إباحة حرق الآيات من القرآن أو الصحف التي قد لا تكون في مكان محفوظ حتى لا يعبث بها. ده السبب الثاني. السبب الثاني هو اختلاف المعلمين واختلاف الغلمان تبعا لذلك. السبب الثالث أن بعض الصحابة كانوا يكتبون زي ما قلنا كده، مصحف سيدنا عبد الله بن مسعود ومصحف سيدنا أبي بن كعب وغيرها من المصاحف التي كانت من قبيل التفسير. فوجود هذه المصاحف كان في شيء من الخطورة، أن يلحق بالقرآن ما ليس فيه، تأتي الأجيال بعد ذلك فتقرأ من مصحف ابن مسعود كلاما ليس من القرآن، إنما هو من تفسير القرآن أو يعرف على أنه تفسير القرآن. لكن إذا جاءت الأجيال من بعده فمصحف ابن مسعود يقرأ به، ومصحف الذي جمعه أبو بكر يقرأ به، فهذا مصحف وهذا مصحف. سيدنا عثمان جمع الناس على مصحف واحد، وأحرق ما دونه من الإيه؟ من المصاحف التي فيها معنى التفسير وفيها القراءات الشاذة التي ذكرناها. من أشهر هذه المصحف كما عبد الله بن مسعود، مصحف أبي موسى، مصحف المقدام، عمرو وغيرهم. وجود هذه المصاحف وقراءة أصحابها منها وتعلم البعض منهم أدى إلى الاختلاف. كل هذه الأسباب وهذه العوامل أدت إلى اختلاف المسلمين في القراءة وإلى التنازع، حيثما يكون في بعض المواقع الحربية وغيرها. الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يأمر بنسخ من المصحف الذي هو أبو بكر، وإحراق من المصاحف سدا لباب واختلاف المسلمين في قراءة القرآن الكريم. الذي فعله سيدنا عثمان هذا لم يكن من تلقاء نفسه، إنما هو بمجمع من الصحابة، فكان إجماع وافقه الصحابة على ذلك صحة ما فعل. عدد النسخ أو عدد المصاحف إيه؟ كم؟ قيل إنها 5، وقيل إنها 6، وقيل إنها 7، وقيل إنها 8. اختلفت الروايات في عددها. ذكر السجستاني في إحدى الروايتين أنها كانت 7، أرسل واحدا منها إلى مكة، وآخر إلى الشام، وثالث إلى اليمن، ورابع إلى البحرين، وخامس إلى البصرة، وسادس إلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحد. يبقى المدن الكوفة، البصرة في العراق، مكة والمدينة في الحجاز، تمام، والشام، هذه 5 نسخ، تمام، والبحرين واليمن الزيادة. احنا طبعا عارفين المصحف الكوفي معروف، والمصحف وقراءة البصريين والكوفيين والشاميين والمكيين والمدنيين، دي القراءات المشهورة المعروفة الآن في القراءات العشر، تمام. القراءات العشر موزعة على الايه؟ على هذه الأمصار الخمسة، تمام؟ البصرة منهم أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، والشام منها ابن هشام الإمام بن عامر، والمدنيين الإمام نافع والإمام أبو جعفر، مكة ابن كثير، الكوفيين بقى اللي الكسائي العاصم وحمزة والكسائي وخلف،
تمام. هذه الأمصار الخمسة، كل مصر من هؤلاء الخمسة كان فيه مصحف، مصحف من المصاحف التي كتبت. الزيادة على ذلك في هذه الرواية يقال البحرين وصلها نسخة واليمن وصلها نسخة، ده رأي، وإن كان هذا الرأي ليس من الآراء الراجحة. يقال وحبس بالمدينة سيدنا عثمان مصحف احتفظ به، وهو الذي يطلق عليه المصحف الإمام، احتفظ به في الايه في المدينة كمرجع للمسلمين. وفي رواية القرطبية أن عثمان وجه للعراق والشام بأمهات ولم يوضح ذلك العدد، بينما ينص أبو عمرو الداني أن المصاحف التي أرسلت إلى المدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام وسائر العراق. وذكر السيوطي أن عددها أن عددها خمسة، عدد هذه المصاحف خمسة، أرسلت إلى مكة والشام والكوفة والبصرة والمدينة، بالإضافة إلى النسخة التي أبقاها عثمان رضي الله عنه لنفسه والتي عرفت بالمصحف الإمام. ولم يكتفي عثمان، ده اللي عمله سيدنا عثمان ليس أنه أرسل مصحف فقط، الاختلاف كان في القراءة في الأداء، يعني هؤلاء يقرؤون وفي مصر الواحد يختلفون، القرآن واحد ولكنهم يختلفون، ولكنه أرسل مع كل نسخة من واحد من الصحابة، إنما بعث مع كل مصحف واحد أرسل إليهم المصحف، وغالبا ما كانت قراءة به المصحف نظرا لوجود بعض الاختلاف في المصاحف. أحيانا في المصحف المدني نجد مثلا زيادة في عن المصحف الكوفي، تمام، مثلا في قول الله عز وجل تجري تحتها الأنهار في سورة التوبة، ممكن تجد في المصحف المدني تجري من تحتها الأنهار. أحيانا تجد مثلا في المصحف الكوفي ولا يخاف عقباها، تجد في المصحف المدني فلا يخاف عقباها، تمام. فهناك اختلافات. قيل ان يعني وهم يكتبون المصحف، يعني سيأتي الحديث عنها، حين الرسم يحتمل كل الوجوه التي قرئ بها القرآن من الأحرف، فتكتب الكلمة في كل المصاحف نسخة واحدة، يعني مثلا القرآن كتب بغير نقط وبغير شكل مثلا، فتكتب كلمة فتبينوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا هذه تكتب بغير نقاط بغير نقط، فمن الممكن أن تقرأ فتبينوا وتقرأ فتثبتوا. هل يكون هناك كل هذا صح؟ إنما إذا كان هناك شكل أو في رسم الكلمة نفسه أو بزيادة في مصحف ولا في مصحف، تمام، حتى تجمع كل القراءات الموجودة أو كل الأوجه التي قرئ بها المصحف أو الأحرف في ذلك، فيكتب في المصحف فلا يخاف في الكوفي ولا يخاف عقباه، لأن الشكل لا يتحملها، لا نستطيع أن نكتب في كلمة واحدة ولا نستطيع أن نكتب في كلمة واحدة من تحتها الأنهار وتحتها الأنهار، لا بد أن يكون هناك اختلاف، فتكتب يكتب في مصحف بشكل ومصحف بشكل آخر. فنقول فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ، أمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمصحف المدني، أن يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن بالمصحف المدني. وبعث عبد الله، بعث سيدنا عثمان عبد الله بن السائب مع المصحف المكي. وبعث المغيرة بن شهاب مع الشامي، وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي، وعامر ابن عبد القيس مع المصحف البصري.
وهذا ما يرجح الرواية التي تنص على أن المصاحف خمسة، كل مصحف معاه مين؟ معاه واحد. هما دلوقتي خمس مصاحف، المصحف المدني معه زيد، المصحف المكي معه عبد الله بن السائب، المصحف الشامي معه شهاب المغيرة بن شهاب، المصحف الكوفي معه عبد الرحمن السلمي أبا عبد الرحمن السلمي، المصحف البصري معه عامر ابن عبد القيس. وأيا كان الاختلاف في عدد النسخ، مش هذا الأمر لا يلزمنا كثيرا، الثابت أن هذه المصاحف بقيت متداولة، الناس تأتي إليها وتنسخ منها. يعني بقي مثلا في الكوفة كل من أراد أن ينسخ مصحفا بعد ذلك، كل من أحب أن ينسخ نسخة أخرى، يعني زيدت الأمصار وزادت الفتوحات، فكل مصري يحتاج، فيأتون إلى الكوفة فينسخون منها من مصحفهم، فيقرأ الناس بقراءة أهل الكوفة، أو يذهبون إلى المدينة فيقرأ الناس بقراءة أهل المدينة. فمثلا تجد قراءة معينة، يعني قراءة الإمام مثلا نافع منتشرة في دول المغرب العربي مثلا، معهم عندهم مصحف الايه انتقل إليهم وكتبت إليهم المصحف نسخة المصحف المدني وغير ذلك. العثمانية نسبة وأطلق عليها نسخ منها الناس منها حتى ظهرت دور الطباعة وظهرت المصاحف المطبوعة بأشكالها المختلفة وأحجامها المتعددة، وأطلق عليها بعد ذلك المصاحف العثمانية نسبة إلى من؟ إلى عثمان. أنه نسخ أنه كتبت في عهد دعت هذه المصاحف نشرت وانتشرت في عهده وتلقاها المسلمون، ليس لأنه نسبة لعثمان رضي الله عنه، لا، باعتبار أنه نسخها بطريقة تختلف عن الطريقة التي كتبت بها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، إنما لأنه هو الذي نسخ هذه المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، فذاعت هذه المصاحف وانتشرت وتلقاها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وإلا فسيدنا عثمان رضي الله عنه لم يبتكر خطا جديدا لكتابة المصاحف، وإنما تبع في ذلك نفس الخط التي كتب به المصحف من قبل. ده اللي احنا قلناه قبل كده في كتابة المصحف بالخط الحجازي، لم يكن منقوطا ولا عليه ضبط الشكل ولا ضبط النقط ولا غير ذلك، إنما كان هكذا كتب به وكتب في عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو يعني باختصار مقدمة تكلمنا فيها عن بداية الخط وكتابة المصحف بالخط الحجازي، الخط الشمالي، وأنه هذا الخط كان يكتب به قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الخط هو الذي كتب به المصحف، وكانت الكتابة موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان القرآن يكتب أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الكتابة بعد ذلك فجمع القرآن في عهد أبي بكر، وجمع أيضا ونسخ منه عدة مصاحف ليجتمع الناس ولا يحدث بينهم اختلاف في عهد سيدنا، ونسخت هذه النسخ مصاحف خمسة، وبعث مع كل نسخة من هذه المصاحف قارئا من الصحابة يعلم الناس قراءة القرآن، فكان الناس يقرؤون بما يقرأ به هذا الصحابي، وحتى وصلت المصاحف إلى هذا العصر ينسخ منها إلى عصرنا هذا، إلى أن وصلت إلى دور الطباعة ونسخت المصاحف بالرسم العثماني إلى يومنا هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بحفظ كتابه، فنحفظه في صدورنا ونحافظ على رسمه كما هو موجود من أيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم القيامة إن شاء الله، وأن يكتبنا مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والقبول والتوفيق إن شاء الله، ونستكمل بعد ذلك إن شاء الله عز وجل إن كان في ذلك الوقت متسع بعد ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.